بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة أمة. قبل أن نبدأ في حلقة اليوم يسعدنا أن نرحب بالشباب المشارك معي في حلقة اليوم، أستاذ محمد عبد الحق. أهلا بحضرتك أستاذ معاذ علي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كما أرحب بالسادة المشاهدين جميعا، أهلا ومرحبا بكم. قصة اليوم هي قصة من القصص التي حدثت مع نبي الله موسى عليه السلام، وهي قصة في سورة الكهف. سورة الكهف يعني يستحب أن تقرأ في كل أسبوع مرة، وإن القصة تكون من ضمن السورة اللي فيها أربع قصص يستحب تلاوتها كل أسبوع، فده يدل إن هي قصة مهمة. والقصة دي بتتكلم عن فتنة مهمة جدا محتاجين ناخد حذرنا في التعامل معها، وهي فتنة العلم. تبدأ أحداث القصة دي في موقف كان سيدنا موسى عليه السلام يعظ بني إسرائيل ويتكلم معهم ويحدثهم عن الله سبحانه وتعالى. وبعد ما انتهى ففي رجل سأله: هل يوجد من هو أعلم منك؟ في حد أعلم منك؟ فقال: لا. وسيدنا موسى عليه السلام يعني هو لا يتكبر بذلك، ولكن هو نبي ويوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى، فشايف أن الموضوع عادي. فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه يوجد على الأرض من هو أعلم منه، وهو من؟ الخضر. وحديثنا عن قصة موسى والخضر. والقصة ذكرت في القرآن، بدأت بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه، اللي هو يوشع بن نون، ودي إن شاء الله كلام يعني هو من الأنبياء. طبعا هو فتح بيت المقدس بعد ذلك، ودي قصة إن شاء الله نتكلم عنها في حلقة من الحلقات. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لما أخبره إن في شخص أعلى منه سأل هو فين، فقال له في عند مجمع البحرين. فين مجمع البحرين ده؟ المكان المحدد ليه مش معروف، احنا ما نعرفوش احنا، ولكن هو مكان يبحث عنه. طب اعرفه ازاي بقى؟ سيدنا موسى سال ازاي اعرفه، ازاي اوصل له؟ فاتقال له انك هتروح لحد هناك هيكون معاك حوت. طبعا كلمه الحوت تطلق على السمك، يعني يكون معاك حوت ميت في سله، فلما الحوت ده يستيقظ فدي علامة ان انت في المكان. فسيدنا موسى عليه السلام قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يعني لو أنا هقعد سنين ماشي، أنا مكمل لحد ما أوصل لإيه. ودي بقى حرص سيدنا موسى على طلب العلم، مع أنه نبي ومع أنه في مكانة عالية وهو كليم الله، ولكن لما عرف ان في حد عنده علم اكتر منه فحابب ان هو ايه؟ يتعلم. هنا بقى في تواضع وادب، وازاي يبقى اعلم مني؟ لا، ما قالش كده خالص ولا فكر بالطريقه دي، ان انا عايز اشوف الشخص الاعلم منه ويسعى وياخذ الرحله في طلب العلم حتى يتعلم العلم. قال: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرب. سيدنا موسى عليه السلام وصل لمكان، فلما وصل للمكان ده عند صخرة كده نام، وكان يوشع بن نون صاحي بيحرس سيدنا موسى ويعني متابع ليه الوضع. فسيدنا موسى عليه السلام نايم، حصل موقف غريب، ان الحوت اللي كان معاهم هي السمكة أحياها الله سبحانه وتعالى وسلكت طريقا في البحر. الطريق ده اتحول بعد كده كأنه صخر ماشي في البحر. فسيدنا موسى عليه السلام كان نايم، فيوشع بن نون الفتاة بتاعه قال ايه لما يصحى ابقى اقول له اللي حصل، مرضاش صحيح. لما استيقظ سيدنا موسى عليه السلام نسى يوشع بن نون ايه يقول له اللي حصل، وقعدوا مكملين. فلما جاوز مشوا بعد كده كمان حوالي يوم وليله، وتخيل بقى 24 ساعه ايه ماشيين. يعني سيدنا موسى استيقظ ومشوا
ومفترض ده المكان اللي هيكون فيه ايه لا الخضر. اللي فيه الخضر، ولكن هو ما يوشع بن نون نسى ما قالهوش. فلما جاوز بعد يوم وليله قال لفتاه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ايه، هاتنا بقى الغداء ناكل. فتذكر قال ارايت اذ اوينا الى الصخره، لكن لما كنا عند الصخره ونمت عندها فاني نسيت الحوت، حصل هناك موقف الايه ان السمكه استيقظت وحصل كذا وكذا وكذا وانا نسيت، واللي انساني الشيطان. شوف بقى نسب الايه الامر للشيطان. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. فسيدنا موسى عليه السلام قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على اثارهما، قعدوا يتتبعوا الاثر بتاعهم عشان يرجعوا للايه المكان للمكان بتاعه، المكان بتاعهم اللي هو كانوا فيه. فرجعوا للمكان، اول ما وصلوا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا، اللي هو مين؟ الخضر. وصلوا لقوا الخضر نائم، ويقال ان هو سمي الخضر لانه كان كل مكان يذهب اليه، يعني مثلا لو في مكان صحراء وذهب اليه يخرج فيه النبات، وقال انه سمي الخضر لذلك. فلما وصل الخضر فلما وصل سيدنا موسى للمكان ومعه فتاه، فقال للخضر السلام عليكم، بيلقى عليه السلام السلام. فقال له واي سلام في ارضك، فين السلام اللي موجود ده؟ انت بتلقى عليا السلام، هو اصلا في سلام موجود؟ وكانه يعني ايه في فساد موجود وفي ظلام موجود. فبقول له واي سلام؟ فعرفه بنفسه، انا موسى. فقال له موسى بني اسرائيل، وكانه عنده علم بان في موسى فين؟ اللي هو النبي. فعرفه بنفسه فقال له انا عندي من العلم ما ليس عندك، وعندك من العلم ما ليس عندي. شوف تواضع، من هو اعلم حد على وجه الارض، وكان برضه بيقول له ايه لقد اوتيت من العلم ما لم اوتيه، لا عندك من العلم اشياء مش عندي، وعندي من العلم اشياء مش عندك. فسيدنا موسى عليه السلام قال له انا عايز اتبعك، عايز امشي معاك عشان اتعلم منك الايه العلم، عايز يعني عرفت ان انت عالم وكذا وكذا، فعايز اتعلم منك العلم. قال له موسى اتبعوك على ان تعلمني مما علمت ايه رشد. قال له انك لن تستطيع، مش هتتحمل، انا بيقابلني حاجات ومواقف وبعمل حاجات انت ممكن ما تتحملش اللي انا ايه بعمله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر، انت ازاي هتعرف اصلا تتحمل حاجات انت مش عارف انا بعملها ليه؟ ازيك اصلا يعني حتى ان الخضر مختلف فيها هو نبي ولا مش نبي، بسبب ان هو كان الاشياء اللي يعني قالوا انه فعل ذلك بوحي، يعني سبب اختلاف العلماء فيه ان هم حتى قول اتيناه رحمه من عندنا، اكثر يعني كثير من المفسرين قالوا ان الرحمه هي النبوه، هو من هو مختلف هل هو نبي ام كانت هذه يعني كرامات خاصه بالرجل الصالح الخضر، على خلاف من العلماء. الشاهد انه في اشياء كان يفعلها الظاهر فيها ان هي ايه حاجه صعبه، قال له انت مش هتصبر. فقال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ودي من اداب الطالب مع المعلم، طالما انت هتبدا في طريق العلم وعايز تاخد الطريق ده، فانت يكون عندك ايه التادب وعندك الاستعداد انك تتعلم. فبدا يمشي معاه. فاول حاجه عايزين يركبوا سفينه، فاهل السفينه عارفين الخضر فاستقبلوهم وقالوا احنا يعني مش هناخد منك اجر. فركب سيدنا موسى وركب الخضر في السفينه لحد ما وصلوا المكان اللي هم عايزين يروحوه. اول ما وصلوا نزل الخضر وعمل ايه؟ خرق شال منها لوح. فسيدنا موسى استغرب، هو اللي كافئك تشيل لوح من السفينه؟ برضه حاجه مش مستوعب. ايوه. فقال لقد جئت شيئا امرا. قال الم اكل انك لا تستطيع، انا مش قايل لك؟ قال تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري. فانطلق مشى لحد ما لقى مجموعه من الغلمان بيلعبوا، فهم بعد ما خلصوا لعب كده جه على غلام وقام قتله على طول كده. فقال لك جئت شيئا نكرا، انت اللي بتعمله ده يعني اللوح بتاع السفينه قلنا ماشي، لكن قتل القتل كمان.
قال ألم أكل لك إنك لم تستطع. أنا شو قلت لك؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فاطلع. خلاص آخر مرة لو سألتك تاني. طبعا سيدنا موسى عليه السلام بيسأل إن حاجة غريبة، وهو نبي، وهو عنده ما عنده من العلم، وعنده ما عنده من الوحي، فاللي بيشوفه ده شيء منكر. فقال له قلت لك من الأول على شرط تمشي معاه ما تسألنيش. فقال له خلاص. فمشوا مع بعض لحد ما دخلوا قرية. لما دخلوا القرية الطعام اللي معاهم ما عادش طعام. فجي هنا سيدنا موسى عليه السلام كان مع سيدنا الخضر. فسيدنا الخضر طلب ان من الناس يعطوا لهم طعام، فما رضوش يعطوهم الطعام. ففي وقت كده قاعدين جنب جدار، فالجدار شكله كده ايه هيقع. فقام سيدنا الخضر قام وعمل ايه؟ هو مقاطعه ظبط الجدار وبنى الجدار. فسيدنا موسى استغرب، ركبك التاني ركبك السفينه قلت له اللوح الواحد بيلعب قتلته، وهنا دول يقول لك مش هناكلك وتعمل لهم الجدار. ما برضو حاجه ايه حاجه غريبه حاجه. فلما قال له بقى ايه هذا فراق بيني طيب احنا كده عملت ايه؟ عملت معاك الواجب والزياده. انا قلت لك ما تسالنيش وانت قلت لي خلاص الثالثه وقتها يبقى ده فراق ما بيننا وبين بعض. فبدأ يشرح له قال له بص اول حاجه اما السفينه فكانت لمساكين، يعني كان في مجموعه مساكين بيعملوا في البحر، وكان وراءهم ملك. الملك ده بياخذ كل سفينه، يعني لو اي سفينه لقاها سليمه يقوم ايه واخدها. فشلت منها اللوح عشان لما يجي لقاها بايظه فيسيبها. وهنا بقى شوف فكره الميزان اللي بينظر به العالم غير الانسان اللي ما عندهوش العلم، او الانسان اللي هو تحصل من العلم بسيط، او ما يعرفش غير بعض المبادئ، ما عندهوش المام كامل بالعلم. فهنا قال لما اللوح بتاع السفينه اللوح ده يتشال احسن ما السفينه كلها تضيع. هنا العلماء بيشوفوا المصلحه فين. فانت شايف ان العالم كده ايه الفتوى الشاذه دي، او الفتوى اللي مش نافعه دي؟ هو من وجهه نظر الجاهل شايف كده، او اللي ما عندوش علم شايف كده، ولكن هو رؤيته بالامر كامل اتخذ عليه الفتوى. ايه يعني لما نشيل اللوح وبعد كده تركب اللوح هترجع السفينه تشتغل؟ انما لو السفينه اتاخدت المساكين هياكلوا منين ويشربوا منين؟ فدي مصدر رزق بالنسبه له. فوضح له ان السفينه ديت كان وراهم ملك ياخذ كل سفينه قصر. طيب الغلام، قال الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فايه اللي حصل؟ فاردنا ربنا يخلف عليهم بولد ثاني، لان ده كان هيكبر وهيعمل فيهم اشياء تفسدهم، وكان هيرهقهم، هم ناس مؤمنين ناس صالحين، وهيبقوا كبار في السن، مش هيبقى في اذى. فانت بالتالت قال له بقى ايه؟ وهنا بقى حته مهمه. واما الجدار فكان ايه؟ غلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته كنز لهم. لا في بقى عندنا هنا بقى ايه وقفه مهمه. طبعا هو اهل المدينه لو وصلوا للكنزين دول هياخدوهم، والمفترض ان الغلمان دول لما يكبروا هياخدوا الايه؟ الفلوس الكنزين. طب ليه عمل لهم الكلام ده؟ قال وكان ابوهما صالح. شوف بقى صلاح الاباء ينفع الابناء، ودي لوحدها كفيله بان الانسان يصلح من نفسه من اجل صلاح اولاده. واحد ممكن يقول لك العمل ثمره العمل الصالح، ثمره العمل الصالح مش ليك بس، ثمره العمل الصالح بتعود بعد ذلك على الابناء، تتوارث انك تصنع المعروف. المعروف اللي انت عملته تجد بعد ذلك من يصنع لك معروفا بسبب ايه؟ ان انت احسنت ان الوالدين احسن الى الله سبحانه وتعالى. الاحسان ده الانسان يقوم بيه انه يكون صالح، يلاقي الثمره بعد كده جايه في اولاده، في اي شيء، في ثمره. الثمره ديت بتيجي منين؟ تقوى الله. تيجي من التقوى، تيجي من عمل صالح يعمله الانسان. قال بقى في النهايه وما فعلته عن امر ده ما كانش من عندي، ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبر. قصه زي ما قلت لك في البدايه، دي قصه تقرا في كل اسبوع في سوره الكهف. وسوره الكهف
فيها أربع قصص، دي من إحدى القصص الموجودة فيه، وفيها فوائد كثيرة. أنا حابب إن أنا في الفوائد دي، أنا حابب إن أنتوا إيه تستخرجوا معانا الفوائد الخاصة بقصة موسى والخضر، بحيث إن إحنا نشوف إيه أكتر الفوائد اللي ممكن إحنا كشباب ناخدها من القصة ونحاول نطبقها في حياتنا، بحيث تبقى، لأن القصة مش عبارة عن حكاية، إنما القصة أصلا منهج حياة تذكر عشان ناخد منها الفوائد. فعايزين نشوف إيه اللي ممكن ناخده من القصة يبقى معانا منهج حياة. البداية مثلا طلب العلم، أهمية طلب العلم في حياتنا، وإن إحنا مقصرين في طلب العلم. وطلب قال العلم النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. من سلك، عارف أنت إيه؟ سلك دي يعني في نوع من المشقة، إنك تطلب العلم. إيه اللي يحصل؟ سهل طريق الجنة بقى إيه؟ بقى سهل. فعايزين نقول إن في عندنا خطين ماشيين مع بعض، طريق العلم يساويه طريق الجنة، طريق الجنة. وفي الحديث: الدنيا ملعونة، ملعونة ما فإلا ذكر الله وما ولاه، وعالم أو متعلم. والإنسان بالعلم يرفع، والإنسان مهما كان بقى هو مين ومنزلته إيه وقصته إيه. سيدنا موسى عليه السلام يبحث عن العلم، ومعاه الفتى معاه بيتعلم. فالإنسان مهما وصل لمنزلة لا يتوقف عن البحث عن العلم والتواضع، ما يختارش باب علمه. طبعا يعني الخضر تواضع وهو بيتكلم مع سيدنا موسى، وفي نفس الوقت برضو سيدنا موسى تواضع عندما ذهب الى الخضر، الى الخضر عشان يتعلم منه، مع ان ده نبي. فالتواضع لازما يعني يكون ولا شك ما هو نبي، ولا شك حتى لو قلنا حتى ان الخضر كان نبي، فسيدنا موسى كان افضل كلمه الله، لان هو من اولى العزم من الرسل، من افضل الخمس انبياء، ومع ذلك ما توقفش، بيستمر في الطريق ان هو عايز يتعلم وعايز يطلب العلم. طبعا من الفوائد الجميله برضو ان احيانا في حاجات ممكن يكون في ظاهرها شر، ولكن هي كلها مكمن الخير. وده حصل في الثلاث احداث بتوع القصه، من اول قصه خلق السفينه. الظاهر ان هي حاجات مؤلمه، لا، ومحدش، مفيش عقل يستوعبها. يعني هو انت بتقتل ولد، طب ده ولد طفل، انت ليه هتقتله؟ مع ان سبحان الله هو فيها مكمن الخير كله. كذلك السفينه، الناس ركبوك من غير ما واكرموك، تيجي انت تخرج لهم السفينه، الموضوع برضه صعب. والناس اللي رفضوا ان هم يضيفوك، وقفت انت تبني لهم الجدار. طب يعني ما هي كلها حاجات برضه، لو انت بتفكر فيها الاول وهله كده. كذلك هي برضه يعني سبحان الله، هي تعامل الانسان مع الابتلاءات. هي الابتلاء مثلا ممكن يكون نازل على انسان، ممكن حاجات صعبه جدا، ولكن سبحان الله هي فيها مكمن الخير كل الانسان. ان هو الابتلاء ده انت شايفه شر، بس هو الخير في اللي بيحصل لك، هو الخير في موت الولد. أيوة. الخير في خرق السفينه، صح. الخير في خير موجود، خير. وفي عندنا برضو جزئيه مهمه حابين يعني نختم بيها الحلقه: وكان ابوهما صالح. ايوه، وكان ابوهما صالح. دي بقى يعني ايه، ما ينفعش تعدي كده. ايوه، ان الانسان لازما يعني من افضل الاعمال اللي انت كاب تقدمها لاولادك اصلاح نفسك. صح. يعني انت عايز اولادك يبقوا صالحين، بس رقم واحد اصلاح نفسك. اصلاح نفسك، وانت القدوه وانت الاسوه. جزاكم الله خيرا، شاكر لكم تواجدكم معنا في الحلقه. هنكمل ان شاء الله الجزء المتبقي من قصه نبي الله موسى عليه السلام في الحلقه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اصبر لكل مصيبة ومجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة